السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط، بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة خط حساب جوجل للهاتف سامسونج جالاكسي جي 6 بلس، موديل الجهاز جي 610 اف، اصدار الحماية الرابع، اصدار الاندرويد 9. بعد اختيار اللغة وتسجيل شبكة الواي فاي، هنروح لصفحة اختيار شبكة الواي فاي، بنضغط على اضافة شبكة، بتظهر لنا لوحة المفتاح الظاهرية، بنضغط على رمز الترس أعلى يسار لوحة المفتاح، بتفتح لنا الصفحة اللي قدامنا في الفيديو، بنضغط على سهم الرجوع أعلى يمين الشاشة، بنضغط على الكتابة بالصوت من جوجل أعلى يسار الشاشة، بنلاقي رمز البحث بنضغط عليه، بتفتح لنا صفحة بيضة زي ما احنا شايفين على شاشة الجهاز، بنكتب في مربع البحث فوق كلمة فتح، وبعدين بنضغط على فتح صفحات الويب في التطبيق، وبعدين بندخل على إدارة عمليات البحث المعلقة. لا شكرا، بيفتح لنا متصفح جوجل، بنضغط على رمز البحث، بنغير اللغة وبنكتب حرف السي، أسفل البحث بنلاقي تطبيق كروم بنضغط عليه، القبول والمتابعة، التالي، لا شكرا، بيفتح لنا متصفح كروم، في مربع البحث بنكتب VN ROM مكتوب قدامنا على شاشة الفيديو، بنضغط الذهاب، بنختار أول نتيجة بحث، الموقع اللي قدامنا في الفيديو فيه التطبيقات اللي من خلالها هنقدر نتخطى حساب جوجل للجهاز بدون أي مشاكل. في البداية بنحمل تطبيق FRB VN ROM، بنضغط على متابعة، سماح، اللي موجود قدامنا على شاشة الجهاز دلوقتي إعلان، سواء جالك الواتس أو جالك الفيسبوك أو أي إعلان تاني هترجع بزر الرجوع أسفل يمين الجهاز، وبعدين بتضغط مرة تانية على تطبيق FRB VN ROM، موافق، بتنزل تحت شوية وبعدين بتضغط على تطبيق سيتنج، موافق، بنضغط على التفاصيل أو أعلى يسار الشاشة بنلاقي 3 نقط بنضغط عليهم، وبعدين بندخل على التنزيلات بنلاقي التطبيقين اللي احنا حملناهم. في البداية بنثبت تطبيق FRB VN ROM، أثناء عملية التثبيت الأولى بيظهر لك إشعار في نص الجهاز مكتوب فيه إلغاء والإعدادات، بتضغط على الإعدادات وبعدين بتفعل خيار السماح بتثبيت التطبيقات من هذا المصدر، وبعدين بترجع خطوة للخلف وتكمل الفيديو عادي، التالي، تثبيت، تم، بنثبت تطبيق سيتنج، تثبيت، فتح، بيفتح لنا الصفحة الرئيسية للإعدادات، بندخل على المقاييس الحيوية والحماية، ضبط آخر للحماية، تطبيقات مسؤولو الجهاز، بيكون موجود في الصفحة ديت تطبيقين، واحد اسمه العثور على جهازي وموجود علامة صح جنبه، واحد اسمه مدير جهاز الاندرويد، بندخل على العثور على جهازي وبنضغط على الغاء التفعيل، وبعدين بندخل على مدير جهاز الاندرويد نعمله تفعيل، بنرجع مرة تانية للصفحة الرئيسية للاعدادات، بندخل على التطبيقات، بندور على خدمات جوجل بلاي، بنضغط على إلغاء التفعيل، إلغاء التفعيل، بنرجع خطوة للتطبيقات، بندور على تطبيق كروم، بنضغط على إلغاء التفعيل، إلغاء التفعيل، بنرجع مرة تانية للصفحة الرئيسية للإعدادات، وبعدين بندخل على الحسابات والنسخ الاحتياطي، حسابات، إضافة حساب، بنختار جوجل.
بتفتح لنا الصفحة اللي موجودة قدامنا في الفيديو، هنسجل فيها حساب جوجل. لو ما عملناش حساب نقدر نعمل حساب على أي جهاز تاني وبعدين نسجل دخول على الصفحة دي. بعد تسجيل الدخول للحساب بنرجع للصفحة الرئيسية للإعدادات مرة تانية، وبعدين بندخل على التطبيقات، أعلى يمين الشاشة بنلاقي كلمة الكل بنضغط عليها، وبعدين بنضغط على تم إلغاء التفعيل. بندخل على خدمات جوجل بلاي، بنضغط تفعيل، بنرجع خطوة للخلف وبنضغط على كروم، بنضغط على تفعيل، وبعدين بنعمل إعادة تشغيل للجهاز. بنضغط بدء، بنحدد لقاء قراءة كل ما ورد عليه وبنضغط التالي، بنحدد تخطي هذا الأمر وبنضغط التالي، التالي، إشعار من الجهاز تم إضافة الحساب الأول بنجاح، بنضغط التالي، عدم الاستعادة، ليس الآن، تخطي على أي حال، قبول. موافق. بالتالي تخطي، تخطي، إنهاء. تم تخطي حساب جوجل للهاتف بنجاح. يفضل عمل إعادة ضبط المصنع للجهاز من داخل الإعدادات علشان خاطر الملفات اللي نزلناها من على الإنترنت وثبتناها على الجهاز ما تسببش أي مشاكل أثناء استخدام الجهاز. إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات الجهاز مش بيطلب مننا بعدها حساب جوجل. بندخل على الضبط، الإدارة العامة، إعادة الضبط، إعادة تعيين بيانات المصنع، إعادة ضبط، مسح الكل. الجهاز بيعمل إعادة تشغيل وفي الغالب بيفضل على شعار سامسونج من 5 لـ8 دقايق.
بعد إعادة تشغيل الجهاز بنختار اللغة وبنضغط بدء. بنحدد لقاء قراءة كل ما ورد عليه وبنضغط التالي. بنحدد تخطي هذا الأمر وبنضغط التالي. تخطي التالي. قبول. ليس الآن. تخطي على أي حال. التالي. تخطي. تخطي. إنهاء. تم تخطي حساب جوجل وعمل إعادة ضبط المصنع للجهاز بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. أي استفسار أو أي مشكلة تقدروا التواصل أسفل الفيديو.